اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناه. كنتمنى ان لا فيديو تلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. الوغ لا فيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا من العنوان اولا من لا مينياتور، غنشوفوا ان شاء الله جوج ديال الحلويات اليوم بصراحه معروفين عالميا. غنحاول انني نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال فيريرو روشي ورافاييلو اللي بصراحه محبوبين عند الدراري الصغار والكبار. بصراحه الوصفه كتجي فنه وزوينه وكيبغيوهم كيف ما قلت لكم الكبار والصغار. الو خليكم معايا في لا فيديو حتى الاخر باش نوريكم جوج ديال الوصفات. اول حاجه كنحتاجو وهي باستا، اي باستا كتكون متوفره عندكم، الشوكولاته النوع ديال الحلوه واللوز. هذا اللوز راني ديجا حمرته في الفران عاد غنستعملو، وغنستعمل حتى الشوكولاته ديال الدان. انا كنستعمل هذا النوع هذا، هو اللي كيصراحه كيجيني بنين. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هو اننا غناخذو العشوار ولا اي طحانه كيمكن لكم الطحانه المعتدله اللي كطحنوا فيها. غنحاول انني نهرس شويه هذه الباستا هذه، وبالنسبه للطحين غنطحنوا بزاف ولكن ماشي لدرجه انه يولي بحال الدقيق، لا يقدروا يبقاو فيه شي شويه ديال الحبيبات. دو توت فاسون غتشوفوا معايا قداش غادي ولا بلوتو كيفاش غادي يولي. انا غادي نطحن ونعاود نرجع لعندكم. من بعد ما طحنت الباستا ديالي كتجي على هذا الشكل. ناخذ واحد لو بول ندير فيه الباستا ديالي، وغادي نحاول انني نزيد حتى معلقه ديال حليب مركز محلى نيسلي كراميل، ومعلقه ديال الشوكولاته ديال الدهن. نحاول انني نخلط بشويه حتى نشوف الخليط ديالي بدا كيتماسك. الا لقيت على ان باقي خاصني نزيد يا اما من نيسلي يا اما من الحليب المركز يا اما من الشوكولا، لكن من الاحسن حاولوا انكم تزيدوا من الحليب المركز احسن. غنشوف كيف ما قلت لكم مره نشوف القوام ديالي واش تجمعات اولا مازال تجمعات. الا كانت تجمعات راه مزيان، ما كانتش تجمعات نحاول انني نبقى نزيد في الحليب المركز بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا معايا انا كل مره كنشوف على ان الخليط باقي ما تجمعش ليا، كنحاول انني نزيد شويه ديال الحليب المركز. من بعد ما جمعت العجين ديالي او الحشوه ديالي نحاول انني ندير كويرات صغيرين، وكل كويره ندير وسط منها لوزه. اللوز اللي كيف ما قلت لكم قبل حاولت انني نحمره في الفران، ما طلقتو ما تجي حاجه، حمرتو ديريكتومون. فوالا نخدم الكره الاولى، نخدم معكم الكره الثانيه بنفس الطريقه. غندير عاوتاني كل كره وسط منها لوزه ونكورهم مزيان ونحطهم جانبا. بالنسبه للطريقه راه سهله ما صعيباش. نحاول انني نخدم معكم الكره الثالثه حتى هي نفس الطريقه، نجمعوها واحد شويه نديرو فيها واحد اللويزه ونحطوها بيان سور جانبا حتى نكملوا بيان سور الحشوه كامله اللي عندنا، ونصوبوا الكويرات ديالنا كاملين ونحطوهم جانبا. وفيت اللي بغات تخلط الثلاجه ممكن سينو ممكن تحطيها غير في سطح العمل التالي. نكمل الكويرات ونرجع لعندكم. من بعد ما كملت الكويرات ديال الشوكولا غادي ناخد الشوكولاته اللي ديجا ذوبتها في بان ماري، وغادي نزيد عليها اللوز اللي ديجا هرستو شويه في العشوار. كيبقاو حبيبات صغيورين ماشي مشكل، ديجا حنا بغيناهم باش يبقاو دوك الحبيبات صغيورين. غادي نبقاو نخلطو في الشوكولا حتى يبان لينا القوام اللي حنا بغينا. دائما ناخذ الحبيبات اولا بلوتو لا بارتي من اللوز اللي تيكونوا فيه الحبيبات كبار شويه. كناخذ كره ديال الشوكولاته اللي عندي كنديرها في الكف ديالي، وكنكب عليها شويه ديال الشوكولاته، وكنبقى ندور بايدي بالكف ديال ايدي بجوج باش كومسا الشوكولاته تلصق في الكويرات اللي ديجا عندي. طريقه سهله بصراحه هي المعتمده عندي. الكرة الاولى الكره الثانيه الكره الثالثه كيجيو ساهلين بصراحه في الخدمه ديالهم، ما كيجيوش صعب نهائيا. فوالا الشوكولاته ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. حاولت اني نقدمها في هذه البواط اللي كانت عندي ديجا وخواتو بقيت محتفظه بها.
بصراحة ثقوا بيا كتجي زوينه 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 بزاف، كتجي تماما هاد المره غادي نقول لا مارك، كتجي تماما بحال لا مارك ديال فيريرو روشي، كتجي بنينه بنينه بزاف. حاولوا انكم تخليوا ليا لايك الى عجبتكم لا فيديو، بصراحه كتجي فنه فنه بزاف. دابا نبداو في الشكل الثاني، بحال الباستا الاولى تقريبا نفس الشكل، غير هادي فاني والاخرى كانت شوكولا، شوكولا بيضاء نيدو او حليب مركز محلى، اللوز والكوك نفس الطريقه تقريبا. في الاول ناخذوا الهاشواغ ديالنا ونديروا فيها بيان سور الباستا ديالنا كيف ما درنا في الاولى، نحاولوا حنا نكسروها شويه باش نعاونوا الهاشواغ، نكسروا الباستا كامله اللي عندنا، نحاول اننا كيف ما قلت لكم نطحنوها جيدا ماشي حتى تولي عجينه دقيق، ممكن نطحنوها ونعاود نرجعوا ثاني من جديد. من بعد ما طحنا الباستا ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا تقريبا، ما كتسرش كامله. غادي نزيدوا عليها الكوك، بالنسبه للكوك حاولوا انكم تاخذوا الكوك اللي فاش تورقوا عليه يبقى لكم شويه ديال الزيت في صباعاتكم على هذا الشكل هذا. نزيدوا ان بوتيت كونتيتي، هي بالنسبه للمقادير عينك ميزان، كان ما كنديرش مقادير بالعبار، كندير تقريبا واحد جوج معالق ديال الزبده اللي كنحاول اني ندوبها في دار ماغي، زبده عاديه اي زبده كتحاولوا انك تفضلوا انكم تستعملوا. ونزيدوا عليها الحليب مركز محلى نسلي، حتى هو عينكم ميزانكم، غير تقريبا اللي غادي يخلي لينا هذاك الحشو تجمع وتماسك تولي متماسكه بيناتها بين مثلا البسكوي والزبده والحليب المركز المحلى. حاول انا نجمعها نخدموها بشويه بشويه. بالنسبه للخدمه ديال البسكوي راه ماشي كندلكو لا، غير كنحاولوا احنا اننا نجمعوا المقادير باش تولي عندنا واحد الحشوه خفيفه، ما تكونش مجموعه بزاف وما تكونش مطلوقه بزاف. هاد الحشوه ماشي بحال الحشوه الاولى، هادي غنحاولوا اننا ندخلوها الفران كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، نجمعها ونولي نرجع لعندكم. من بعد ما جمعت الحشوه ديالي غناخذ هاد المول دو سيليكون، نحاول انني ندير شويه كل حفيره ندير فيها شويه الحشوه ونورك بصبعي باش تولي عندي واحد الحفيره لداخل اللي غنحاول انني نعمرها من بعد. كويرات يكونوا صغيورين بالنسبه لهذا المول، الصراحه من الاحسن تحاولوا انكم تاخذوا هذا لو ستيل هذا، حيت هو اللي يصلح لهذا النوع ديال الحلويات. كيف ما قلت لكم لو مول غنحاولوا اننا نعمروه بشويه بشويه، كيجي على هذا الشكل هذا في حفره الداخل. نكمل ونرجع لعندكم. من بعد ما خرجنا الحليوه ديالنا من الفران اللي كنا ديجا خدمنا عليه في درجه الحراره 180 درجه، كنخرجوهم من المول ديموليوهم، خرجوا معكم من الفران كنديموليوهم وكنخليهم يبردوا شويه. كنشد كل كويره كندير فيها شويه ديال الحليب المركز المحلى وكندير عليها لويزه، والنص الاخر حتى هو كندير فيه شويه ديال الحليب المركز غير باش يلصق ليا مع النص الاخر، كيجي على هذا الشكل. عفوا شد ثاني كره ثانيه كذلك، ندير فيها شويه ديال الحليب المركز وندير فيها ايضا واحد اللوزه، ونشد النص الاخر حتى هو ندير فيه حتى هو الحليب المركز ونسد الكره ديالي باش تلصق من جوج جهات. هذه كانت الكره الثانيه، نبقى خدامه بحال هكا بشويه بشويه. بالنسبه للكويرات غتحاولوا انكم تخليوهم حتى يبردوا مزيان، حيت ملي كيخرجوا من الفران كيكونوا شويه باقيين رطبين مع الزبده بيان سور، دونك نخليوهم حتى يبردوا شويه بما كيبدا يقصحوا شويه وكيشدوا فريوزهم، عاد كنبداو في المونتاج لان نديروا الحليب والحليب مركز واللوز. كملوا على الطريقه. من بعد ما عمرت الكويرات ديالي كاملين
غنحاول اني ناخذ كل كره ونديرها في الشوكولاته البيضاء اللي كنت ديجا دوبت في ان باماري حتى ساليت، وزدت حتى داب ليا بلوتو شوكولا، وزدت مع واحد المعلقه صغيره ديال الزيت زيت العاديه. نحاول انني نعمر الكرات ديالي من الجوانب كاملين، باش حتى من بعد ملي نحطها في الكوك ميسوغ كتعمر كامله، ماشي تبقى جهه خاويه وجهه عامره. دابا ناخذ الكره ونحطها في الكوك على هاد الشكل هذا. نحاول انني ندور الكره كامله كيف ما قلت لكم باش تعمر. هاد الطريقه بصراحه سهله بزاف، ما كتاخذش الوقت بزاف، وحتى من لوغو كيجي زوين الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها نهائيا. ثقوا بيا كتجي زوينه وكتجي بنينه. نكمل الشوكولاته ديالي ونرجع لعندكم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي بول دو شوكولا رافاييلو. ما ديروش على السميه، هاد لاباط هي كانت بقات عندي من المره الفايته، حاولت انني نستعملها. جربوها ما غتندموش عليها، كتجي زوينه زوينه بزاف. الى عجبتكم الطريقه خليو ليا بيان سور لي لايك بحال ديما. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم.